جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل هذا القول صحيح؟ ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن فسقه غيبة. ذكر الفاسق والمبتدع في حال غيبتهما إذا كان القصد منه التحذير من شرهما وعدم الانخداع بهما فهذا أمر مطلوب ولا يعتبر غيبة، لأن القصد منه والمصلحة فيه راجحة، المصلحة فيه راجحة هو التحذير من شرهما وشر بدعتهما وفسقهما. أما إذا كان لمجرد التشهي هذا لا يجوز، لأنه لا يخرج عن الغيبة. إذا كان لا يترتب عليه مصلحة فإنه لا يخرج عن الغيبة.